تؤنس الوجدان بذكر الواحد الرحمن، وتملأ روحنا نورا بهدي الوحي والقرآن، بهدي الوحي والقرآن. مواعظ تؤنس الوجدان بذكر الواحد الرحمن، وتملأ روحنا نورا بهدي الوحي والقرآن، بهدي الوحي والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسن بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم موعظة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن خطورة الشماتة، وتكمن الخطورة أكثر إذا كانت هذه الشماتة من أقرب الناس إليك، والشماتة جزما لها تأثير على النفس. كل قول سيء يؤثر في النفس، حتى في نفوس الأتقياء، حتى في نفوس الأولياء. الكلمة الشينة تضايق، تملل. طيب حتى في نفوس الأنبياء ممكن؟ هل الأنبياء يتأثرون بالكلمة؟ نعم. ماذا قال ربي سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بإيش؟ بما يقولون. القول يؤثر في النفس. لهذا دائما أقول لنفسي وأقول لكم وأقول للناس، قال ربي سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. حسنا، قولوا هذا الكلام لكل الناس، للمسلم وغير المسلم. الله سبحانه وتعالى قال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. أنت حاول تتأمل كلمة أحسن، تأملها. أحسن، نحن جئنا على كلمة أحسن ووضعنا عليها بعض النقوط، بعض النقاط، فسمناها بدل أحسن إيش؟ بدل أحسن سويناها أخشن. وقل لعبادي يقولوا التي هي أخشن، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس خشنا. هذا اللي نشوفه أحيانا. فالكلام يؤثر، الشماتة تؤثر. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شماتة الأعداء، لأنه ما يشمت بك إلا العدو. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جهد البلاء. أنا لو سألت نفسي اليوم وسألتكم، من فينا خلال هذا الأسبوع دعا بهذا الدعاء؟ من فينا دعا واستعاذ بالله من شماتة الأعداء؟ نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو، كان يكثر من هذا الدعاء. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا حاسدا. فنعلم أن الشامت بك ما يكون إلا عدو، ولا يكون إلا حاسد، حتى لو كان أخوك أو كان والدك أو كان والدك. العداوة نسبة، وهذا الذي يشمت عدو حاسد. جاء في حديث أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوجه إلى قضية مهمة، أننا لا نقابل الشماتة بشماتة. قال عليه الصلاة والسلام: وإن امرؤ شتمك وعيرك، تعيره الشماتة،
وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يحلل لنا نفسية الشامت المعير الذي ينبز الآخرين، يقول: إذا رأى الحاسد نعمة بهت، يعني يتحسر، إذا رأى الحاسد نعمة بهت، وإذا رأى عثرة شمت، يفرح صفق ويغني ويضحك من فمه. هنا مسألة: ما هي الآثار السيئة المترتبة على الشماتة؟ أنا إذا شمت بالآخرين، شمت بشكل فلان ولون فلان ووظيفة فلان، ما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ بس أنا خلوني أسألكم مرة ثانية، هل الشماتة موجودة عندنا ولا ما موجودة؟ إلى يأتي واحد يقول: لا، إحنا ما نعيش في مجتمع ملائكي، لا موجودة ونسمعها ونشوفها. طيب هل لها آثار علينا؟ نعم لها آثار. ما هي آثار التي تقع على الشامت؟ آثار خطيرة، آثار في الدنيا وآثار في الآخرة، وهو بإذن الله تبارك وتعالى حديثي في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن خير الأنام لنا مناهل تبعث الأشجان بسنته وسيرته كنوز تملأ الميزان، هي الذكرى لعل بها ننال الخير والرضوان، ونرجو أن يكون بها فلاحك أيها الإنسان، فلاحك أيها الإنسان.